السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم الدكتورة إسراء علي من باسط أكاديمي. إن شاء الله هكون معاكم في الكورس الخاص بالميديكال كودينج أند بيلينج، الكورس الخاص بالجامعة السعودية الإلكترونية. في البداية نحب نتكلم عن هنت بسيط كده عن الكورس بتاعنا. طبعا هنتكلم عن المقدمة. هنعرفه الأول إن هو أحد تخصصات البرمجة، بيجمع ما بين الطب والذكاء الاصطناعي عن طريق إدارة وجمع المعلومات الصحية وتحويلها إلى رموز واختصارات. طيب نشأته كانت إمتى؟ نشأته كانت في القرن ال17، المنظمة الصحة العالمية اللي هي الـ WHO، يعني بدأت بتطلع إصدارات من التكويد الطبي أو الترميز الطبي، ولحد ما وصلنا حاليا للتكويد ال11. يعني في عندنا تصنيف وإصدار لحد ال11. حاليا جامعة في أستراليا أصدرت الإصدار العاشر وهو المتعارف عليه في السعودية. تمام. مميزاته إن هو إن شاء الله هنتعرف عليها later on، عن طريق ان انا بقسم الامراض والاوبئه وبخزن معلومات عن المريض اللي جاي لي واسباب الوفاه لو في حاله وفاه لا قدر الله. فان شاء الله يعني بيسهل علينا مراجعه التقارير والبيانات. ان شاء الله هنبدا من اول الاسبوع الثاني. تمام، اوفر فيو كده عن الاسبوع الثاني ان شاء الله. أول حاجة هنتكلم عنها هو الـ Introduction. The field of medical care documentation is complex, but medical coding is intended to simplify the billing statement process from both healthcare professionals and patient. طبعا زي ما كلنا عارفين ان المجال الطبي هو مجال معقد جدا، بس الميديكال كودينج بيسهل لي عملية دفع الفواتير في الرعاية الصحية أو الميديكال فيلد عموما أو كل حاجة تخص المريض. Standardized medical coding is used so the patient can efficiently and correctly charged by medical insurance companies for medical services provided following a visit doctor or a hospital. الترميز الطبي يعني بيبقى معروف بشكل موحد جدا ان هو بيتم بشكل صحيح، لازم يتم بشكل صحيح ودقيق جدا من قبل شركات التأمين. يعني ايه فايدته او فايدته في حوار شركات التأمين؟ ان انا بيبقى فيه ما بيني وبين شركة التأمين لينك، يعني معنى لينك ان انا يعني حصل لا قدر الله اي حاجه محتاجه خاصه بمريض او دفع فواتير او اي حاجه من الحاجات دي، بيتم عمل تقرير طبي بيتم ارساله لشركه التامين للحصول طبعا على الخدمات الطبيه اللازمه. يعني ان شاء الله relevant information is translated into proper codes so the medical biller can calculate proper compensation and complement without reading the full case report, consultation, examination, procedures, diagnosis and treatment. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان انا لازم الميديكال كودر ده او الشخص الميديكال بيلر الخاص بدفع الفواتير او الاشخاص المعنيين بالتكويد والترميز الطبي وسياسة دفع الفواتير بتتم عن طريق ازاي؟ بتتم بعناية شديدة وبدقة شديدة جدا، يعني لحساب التعويضات المناسبة والتأمينات المستحقة للمريض اللي عندي. يعني بتوفر عليا وبتسهل عليا ان انا ما اقراش الفول كيس ريبورت اللي هو الخاص بالمريض، يعني انا مش محتاج ان انا اراجع الحالة من اولها. تمام. يعني انا مجرد ما ببص في التقرير او البيل اللي عندي اللي هي الفاتوره بعرف كل الحاجات اللي حصلت، الاجراءات المتخذه، الاستشارات report of consultations الاستشارات والاكزامينيشنز
اللي هي الفحوصات اللي حصلت للمريض، سواء طلبنا منه تحاليل، طلبنا منه أي حاجة يعني خاصة بحالته، على بيحددها طبعا الفيزيشن اللي هو الطبيب المعالج، البروسيدورز الإجراءات المتخذة الخاصة بالحالة، والدايجنوزس اللي هو التشخيص النهائي، طبعا لازم يبقى مكتوب فيها التشخيص النهائي. وطبعا إن شاء الله later on هنتكلم عن الفرق بين الفاينل دايجنوزس and الديفرنشال دايجنوزس and the treatment management. تمام، اللي هو التشخيصات وإدارة العلاج. الميديكال كودز are also used by healthcare facilities and physicians for classification of diseases as well as for medical supplies. تمام، all these codes must be known and understood by medical coders as the review histories and the charts for medical compensation. الكلام ده معناه ايه؟ معناه زي ما قلنا في الاول طبعا كلام متعاد، ان انا بستخدم الرموز الطبيه من قبل الرعايه الصحيه والاطباء. تمام، يعني فور الميديكال سبلايز، الميديكال سبلايز عندي دي اللي هي اللوازم الطبية اللازمة للحالة بتاعتي. تمام، لازم طبعا يكون عندهم دراية بالفول هيستوري، فول كيس هيستوري، ان انا باخد معنى الهيستوري اللي هو تاريخ المرض وكيف نشأ وكيف بدأ، كل دي حاجات بتبقى مسجلة على السيستم. مش مطلوب مني ان انا لما يجي لي البيشنت المركز بتاعي او المستشفى اللي انا شغال فيها ان انا يعني اخد منه البيانات دي تاني، لا، انا اول ما يعني البيشنت بيجي لي بجمع منه معلومات، بعمل ميديكال تشارت. تمام، علشان أحدد بيها التواريخ والرسوم الطبية اللازمة. تمام، المبرمج الطبي أو الميديكال كودر. ميديكال كودر ده هو الشخص المبرمج، الشخص القائم على البرمجة، الشخص عنده علم ودراية بالذكاء الاصطناعي والبرمجة، البرمجة اللي هي طبعا الكمبيوتر والحاجات دي، لازم يكون على دراية كاملة بيها. ففي الحالة دي هو يعني احنا البرمجة الطبية احنا بنجمع ما بين الطب يعني هندسة الحاسوب، يعني اللي هي الحاسب، يعني استخدام الكمبيوتر اللي هو الذكاء الاصطناعي. Medical coders are professionals who may work in hospitals, medical institutions, clinics, healthcare center or office. بيشتغل فين؟ بيشتغل في المستشفيات، بيشتغل في المراكز الطبية والمعاهد الطبية، بيشتغل في مراكز العناية الصحية، بيشتغل في مكاتب. They also may work at home if they are proficient in the classification and categorization of medical record. يعني عادي جدا ان هم يشتغلوا من البيت، طبعا ان احنا قلنا ان احنا بنجمع ما بين البرمجة والمجال الطبي. سهل جدا علينا ان احنا نشتغل من البيت لو انا كواليفايد كفاية او قادر ان انا يعني او بارع في التصنيف يعني تهيئة وبرمجة المجال السجلات الطبية بتاعتي. required skills and abilities، ايه هي المهارات او القدرات المطلوبة مني؟ القدرات او المهارات المطلوبة مني ممكن دي حاجة مهمة جدا برضو، زي ما قلنا اللي هي يعني ايه الحاجات او الشروط اللي لازم توفرها في الميديكال كودر او الشخص القائم على البرمجة الطبية. detailed and methodological in evaluating patient records, basic knowledge of clinical anatomy and physiology, fundamental understanding of medical terminology and procedures. طيب تمام، معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان انا يكون عندي نظام منهجي مفصل في تقييم سجلات المرضى، in evaluating patient record, basic knowledge of clinical anatomy and physiology. لازم الميديكال كودر ده يكون على علم بالتشريح، علم التشريح، علم وظائف الأعضاء اللي هو الفسيولوجي،
وطبعا بنضيف لها كمان لازم يبقى على دراية يعني جزئية وليست شاملة بالأدوية وعلوم الصيدلة والجراحات وأسماء الجراحات، وطبعا مهم جدا جدا الميديكال ترمينولوجي اند بروسيدورز، لازم يكون فاهم وعارف ايه الإجراء اللي انا عملته في الحالة دي. بمعنى ان انا مثلا هيبقى في مصطلح طبي او لفظ طبي لازم هو يكون على درايه بيه، طبعا مهم جدا، وهيجي سؤال ام سي كيو او يعني اي سؤال اختياري اللي هو يقول لي يعني هل شرط ان انا الميديكال كودر ده يشتغل في مستشفى او في مؤسسه؟ قلنا لا طبعا، زي may also work at home، تمام، لو هما بروفيشنت ومعاهم السيرتيفيكيشن الشهادات بتاعتهم، تمام. الميديكال كودر education and training مهم جدا، ان انا علشان اكون مبرمج طبي ميديكال كودر لازم اكون متعلم بشكل كافي ووافي، لان انا هبقى في مؤسسة طبية وليست يعني وظيفة يعني يجب الاستهانة بها، يعني هي حاجة مهمة جدا، فلازم ان انا اكون كواليفايد كفاية وعندي knowledge basic knowledge زي ما قلنا. تمام. طيب الميديكال كودر has no regulated educational or licensing requirement. طب دي حاجة كويسة جدا، ان انا لا مطلوب مني مزاولة ولا شهادة ولا أي حاجة، يعني أنا مش بتخرج من كلية مبرمج طبي، لا أنا باخد كورس زي الكورس اللي احنا بنقدمه دلوقتي، وببقى تحت نظام تدريبي مكثف، كورس تدريبي مكثف علشان أقدر يعني أوصل للنقطة بتاعتي أو أوصل للهدف بتاعي، وهو إن أنا أكون قادر أشتغل في المجال التكويد الطبي. ميديكال كودر كودرز don't need a PA or MA degree، يعني لا محتاج درجة البكالوريوس ولا درجة الماستر اللي هي الماجستير، but they must undergo intensive training to perform the job. زي ما قلنا طبعا لازم يخضعوا لتدريب مكثف لأداء تلك الوظيفة. Courses in medical coding are available through a variety of hospitals, educational centers, community college or online training center. ايه الاماكن اللي ممكن ألجأ لها؟ وده طبعا سؤال يعني مهم جدا، ايه الاماكن اللي ممكن ألجأ لها علشان ابقى مبرمج طبي، ابقى شخص قادر ان انا يعني انمي من مهاراتي وانمي من ذاتي علشان اشتغل في مجال التكويد الطبي. ازاي ان انا بتوجه طبعا لمراكز تعليمية سواء في مستشفى سواء في كلية أو عن طريق الإنترنت، يعني إن أنا باخد كورس أونلاين، تمام، وطبعا طبعا بيبقى بشهادة معتمدة. Completing a program of required courses may take from يعني بيبقى من 18 عفوا to 24 months، بياخد عندي من 8 شهور ل 24 شهر. طيب هو ممكن برضو يعني حاجة يعني يوقعني في السؤال، يعني امتى؟ يلعب طبعا في الارقام والحاجات دي، بيبقى من سنة ونص لسنتين تدريب ان شاء الله. Medical coders being a certified professional coder presents to gain confidence in classifying and categorizing medical records. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان هم بيبداوا كمبرمجين، يعني بيبداوا بياخدوا شهاده ان انا خلاص شغال في نظام البرمجه، بعد كده بيترقى بشهاده ان هو يوصل لبروفيشنال، تمام؟ امتى؟ يعني وقت ما اوصل للكونفيدنس ان انا خلاص يعني انا واثق في الشخص اللي قدامي ان هو كواليفايد كفايه، ان هو عنده نولج قادر يعمل كلاسيفيكيشن اند categorization للميديكال ريكورد بتاعتي، تمام. رول اوف ذا ميديكال كودر، ايه دور المبرمج الطبي؟ extensive information generated when patient are admitted and treated a health care facility must be summarized accurately by medical coders.
طيب معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان انا عندي معلومات تمام اخدتها من المريض summarized accurately بعناية، يعني جمعتها بعناية، يعني بعناية وبدقة شديدة وبحرص شديد، علشان ده دوري، يعني دوري داخل المؤسسة الصحية أو في الميديكال فيلد عموما، إن أنا أجمع معلومات عن المريض بدقة وعناية شديدة. Medical coders review the patient history, examinations, management procedure, treatment and diagnosis to assign the proper medical code that corresponding to give medical process. معناه إيه الكلام ده؟ معناه إن أنا لازم يعني أهتم جدا وأراجع الهيستوري طبعا، اللي هو التاريخ المرضي للحالة اللي جات لي، الشخص اللي جالي، والإكزامينيشنز الإجراءات والبروسيدورز اللي أنا قمت بيها، ووصلت للتشخيص المناسب علشان أقدر أطلع له ميديكال كود بيبقى مع العيان. لو دخل أي مؤسسة يقدر إن هو يظهر له على السيستم مراجعة الحالة المرضية للمريض اللي جاله. رول اوف ذا ميديكال كودر برضو ستيل بنتكلم في الدور المهم، وال يعني الاسبوع بتاعنا او الشابتر بتاعنا في الكتاب ده بيركز على دور المبرمج بشكل يعني دقيق جدا. ميديكال كودرز فيريفاي كودز بيزد اون، يعني امتى اسند الرموز او المصطلحات بتاعتي بسندها ايه، او ايه الاساسيات بتاعتي اللي بيتم اسناد اليها الكود اللي انا اخدته من العيان. اول حاجه اللي هو حاجه اسمها السي بي تي، الكرنت بروسيدور ترمينولوجي، المصطلحات الحاليه للمرض ده تمام. تاني حاجه الاي سي دي 9 اللي هو عبارة عن إيه؟ الـ International Classification of Disease 19th Revision، الإصدار التاسع. زي ما قلنا الـ WHO عملت يعني revisions ومراجعات للأمراض اللي عندي، قدرت إن هي تصنفها لحد ما وصلت للإصدار التاسع. يعني تالت حاجة اللي هي الـ HCPCS، الـ Healthcare Common Procedure Coding System، نظام الترميز المشترك للرعاية الصحية تمام. In the case of complicated consultations they are difficult to code because they involve several procedures or diagnosis. Medical coders may deliberate with colleagues or seek advice from specialists. الكلام ده نقطة مهمة جدا لازم نركز عليها، إن أنا في حالة معقدة جات لي أو سي مثلا فيها أكتر من مرض، يعني في أكتر من مرض أو أكتر من تشخيص داخل الحالة المرضية، يعني العيان دخل لي بأكتر من حاجة، عنده مشاكل مثلا في القلب، عنده مشاكل في الكبد، طب إيه الكود اللي المفروض أديهوله؟ إيه التشخيص الصح؟ ايه البروسيدورز الاجراءات المتخذه عشان اوصل في النهايه لكود يعني يفيد العيان ده ويبقى هو ده الكود بتاعه. ساعتها الميديكال كودر لو ما قدرش ان هو يحدد الكود بتاعه طبعا لازم يسال حد مختص سبيشالست، لازم يرجع لي الفيزيشن بتاع المريض. Role of the medical coder still برضو بنتكلم عن الموضوع. They may work in an office that manually translates medical record or in information technology اللي هي حاجة بنسميها الـ IT setting where computer assisted coding system are used. انا طبعا لازم بستخدم الكمبيوتر سيستم، يعني الكمبيوتر في الترجمة، دي حاجة مهمة جدا جدا ان انا استخدم طبعا الكمبيوتر. Responsibilities of a medical coder، ايه هي المسؤوليات اللي بتقع على عاتق الميديكال كودر؟ اول نقطة هنتكلم عنها it must be knowledgeable، يعني ايه؟ يعني يبقى عنده ثقافة، عنده معلومات of medical terminology المصطلحات الطبية،
acronyms اللي هي الاختصارات and abbreviations are able to accurately assign proper medical codes. يعني الجزئية دي مكررة، ان هو لازم يتكلم عن المصطلحات الطبية واختصارات، ويعني قادر ان هو يختار الرموز المناسبة. able to understand and comply with policies and regulations regarding compensation and reimbursement. قادر على فهم والامتثال للسياسات، يعني في سياسة لازم عليه يتبعها، سياسة المؤسسة، سياسة النظام أو السيستم اللي هو ماشي بيه، طبقا اللوائح الخاصة بالcompensations اللي هي التعويضات. assist medical providers in proper applications of government state. يعني ايه؟ يعني لازم يكون قادر ان هو يساعد القائمين على الخدمة الطبية علشان يقدم لهم معلومات صحيحة. طبعا الحاجات دي بتبقى مهمة جدا طبعا للحكومة بشكل عام. يعني perform as certified، دي بقى الشهادات او الديجريز او الدرجات او الترقيات او يعني نظام العمل كميديكال كودرز اند بيلر. اول حاجة ممكن يسألني برضو ايه هي الشهادات المطلوبة مني او تدرجات الترقيات مثلا او الديجريز. اول حاجة اللي هي CBMAS اللي هي Certified Professional Medical Coders، تمام، معتمدين على الناس، يعني دول لسه still بياخدوا مثلا كورس. Certified Professional Compliance Officers، دول خلاص بقى دول موظفين خلاص. And Certified Physicians Practice Manager، أو ده اللي هو خلاص الطبيب المعتمد أو مدير المؤسسة أو الممارسة. assist with audits and appeals for claims that have been denied. لازم يكونوا قادرين على التدقيق والطعون للمطالبات التي تم رفضها. طبعا الجزئية دي بتضمن لي وبتكفل حق المريض من الناحية القانونية. يعني العيان لو لا قدر الله حصل له اي حاجه محتاجين ان احنا نعوض المريض ده، فدي جزئيه بتضمن له الحقوق والواجبات. responsibilities of the medical coder، ستيل بنتكلم عن مسؤولياته والقدره بتاعته على تصنيف المعلومات وتوفير وقت ومال للمريض، ويعني حاجة هتسهل علينا جدا جدا لما نستخدمها، وهتسهل الحركة داخل المؤسسة الطبية. A medical coder's ability، قدرتهم to classify information correctly بشكل صحيح، قادرين ان هم يصنفوا لي الامراض. كان سيف تايم، مهم جدا ان انا احافظ على وقتي في كل يعني اي مهنه او اي وظيفه it's seeking for، بتسعى لي انها توفر وقت ومجهود وفلوس طبعا على المريض. money for patient، الفيزيشن المعالج. عند الميديكال فاسيليتي اللي هي التسهيلات على المريض. incorrect coding، مهم بقى جدا ان انا اتكلم عن ال incorrect coding اللي هي التشخيص او التشفير الغير صحيح. lead to errors billing، ممكن يعمل لي خطأ في الفاتورة بتاعتي تطلع بشكل خاطئ، which would entail a second review، هرجع تاني ان انا اخد من المريض full history، وده طبعا entire case، huge waste of time، بيضيع الوقت بشكل غير عادي. the healthcare provider might also have to refund excess payment or face legal charges for wrong bills statement. بنتكلم عن رسوم قانونية وفواتير خاطئة، تمام، وطبعا بترفض ريفاند الاكسس بايمنت. دي مهمة جدا انها يعني تمنع او ترد المدفوعات الزائدة على عاتق المريض اللي جاي لي. تمام، نتكلم عن نظام الترميز
الطبي، النظام بقى يعني الـ current medical coding system المفروض اللي احنا شغالين بيه، اللي هو الـ ICD-9، تمام؟ The International Classification of Disease 9th Revision Clinical Modification، يعني الاختصارة دي الـ ICD-9-CM دي بترمز لإيه؟ بترمز للـ International Classification of Disease 9th Revision Clinical Modification، Modification اللي هو تطوير، تمام؟ الـ International Classification اللي هو تصنيف دولي، إصدار أو تنقيح تاسع، تعديل تاسع، تمام؟ Utilized in the official coding system، مهم جدا في النظام التكويني، utilized by healthcare facilities to classify clinical diagnosis and procedure، مهم جدا للتشخيص السريري والإجراءات المتخذة للمريض. طبعا النظام ده was created to enable universal correlation علاقة، تمام، of disease for reporting mortality statistics، الإحصائيات الوفيات مهم جدا انها بتتم عن طريق النظام البرمجه الطبيه اللي احنا اتكلمنا عنها، فدي يعني يمكن is the most important يعني importance sorry for النظام الترميز الطبي هو reporting mortality status، تمام؟ مهم جدا ان انا اتكلم عن احصائيه الوفيات. In the oldest coding system، النظام القديم طبعا used to define disease and to keep track of death around the world، انا بس just ان انا بحدد المرض وبتتبع الوفيات all over the world، حول العالم او في جميع انحاء العالم. It has evolved from its European origin through a series of revisions. طيب تطورت من أصلها الأوروبي إلى سلسلة من التنقيحات. طيب في حاجة محتاجين نتكلم عنها، إحنا قلنا إن السعودية حاليا ماشية بالنظام التكويد العاشر، وحاليا في نظام تكويد 11، بس السعودية ستيل ماشية بالنظام ده، تابع لجامعة في أستراليا قامت في يعني كانت مهتمة إنها تعمل موديفيكيشن للنظام التاسع وسمته النظام الـ ICD-10 اللي هو العاشر طبعا، وهنتكلم عنه later on إن شاء الله. الـ ICD-9 versions إيه هي الإصدارات بتاعته؟ الـ first edition، التعديل أول تعديل خالص، the international list of causes of death was used the international statistical institute، تمام، المعهد الإحصائي الدولي، تمام، أول طبعة لي أو أول إصدار لي، يعني القائمة الدولية لأسباب الوفاة. The World Health Organization WHO updated and revised the original version to the system that is not now being used globally. ده اللي احنا بنتكلم عنه، إن هي أصلاً يعني منظمة الصحة العالمية مش يعني كل وقت، يعني كل ما بيعدي الوقت هم شغالين ستيل على تحديثات للنظام ده على الصعيد العالمي علشان يتم استخدامه في العالم كله، مش بس في أماكن معينة أو السعودية أو مكان دول تانية. يعني The Centers for Disease Control CDC، The National Center of Health Statistics اللي هي مراكز الإحصائيات الدولية، and Center of Medicare والميديكيد اللي هي يعني بيتم الاستناد ليها لمقدمي الرعاية الصحية. Services discuss and modify ICD-9 manually based on information from patient healthcare provider or significant collaborates. الناس اللي هي شغالة على النظام ده هم ايه، او ايه الناس اللي بتناقش اصلا او الناس اللي بتستخدم الـ ICD-9-CM، اللي هي الـ Centers for Disease Control والـ National Center for Health Statistics and the Centers for Medicare والـ Medicaid Services، تمام، هي دي المعنية
على يعني تطوره واستناد المعلومات إليها، ويعني سواء هي بقى بتاخد معلومات من العيان، سواء المعلومات دي جاية من الـ Health Care Providers or Collaborates اللي هي جمع المعلومات عن المريض. الـ ICD-9 CM versions إصداراته The Health Insurance Portability accountability قادرة إنها يعني نظام الـ يعني الـ العد أو الاكتمال التحديث كان إمتى. authorized the release on October يعني الأول من أكتوبر 2015 of the more complete and updated يعني الابديت بتاعها او الاصدار الاخير كان الاصدار العاشر. الشكل بتاعه عباره عن ايه؟ الشكل بتاعه ده مهم جدا وهيجي يسالني عنه، يعني هو طبعا هيسالني الفيرجن الاصدار او اول تحديث كان امتى، او التحديث اللي يعني اللي وصل للاصدار العاشر كان في اول اكتوبر 2015. الفورمات او الشكل بتاعه مهم جدا، شكله عامل ازاي؟ بيبقى من 3 لـ5 كاركترز اللي هي رموز، with the first character being either a number or a letter. يعني اول هم عبارة عن 3 رموز، اوكي؟ اول رمز فيهم يا اما بيبقى حرف يا اما بيبقى رقم، followed by من 2 لـ5 numeric characters برضو احرف تكرارية او رموز تكرارية من عددها من 2 لـ5 consisting of there of 3 characters at minimum. تمام، بيتكون من في الآخر من إيه؟ بيتكون من 3 رموز. Demical is placed after the 3rd character. وضع العلامة العشرية بيتم وضعها بعد الحرف الثالث أو الكاركتر اللي هو الرمز أبل. تاني نركز على النقطة دي، الشكل بتاعها عبارة عن إيه؟ الشكل بتاعها عبارة عن من ثلاثة لخمس رموز. تمام، 3 لـ5 رموز. The first character is being يا إما بيبقى حرف الرمز الأولاني، يا إما بيبقى حرف، يا إما بيبقى يا إما بيبقى رقم، followed by من 2 لـ5 numeric character. تمام، أعداد رقمية، أحرف رقمية بتبقى بعدها، consisting of 3 characters at minimum. في الآخر هو بيتكون من 3 أحرف على الأقل. الديميكال يعني دي الدايسمال is placed after the 3rd character اللي هي العلامة العشرية. الفورميت بتاعها بيتكون من مجلدات أو أحجام. تمام، بيتكون من إيه؟ بيتكون من أول، خلينا نتكلم واحدة واحدة عن الشكل بتاعه والمجلد الخاص بيه. المجلد الخاص بيه كان يعني شكله بيبقى عامل إزاي؟ Volume 1 used by medical facilities and healthcare providers to classify a disease as defined by anatomical and physiological information. It also includes other ground or sources of injury and disease. معناه الكلام ده؟ معناه إن أنا عندي الجزء الأولاني أو المجلد الأولاني بيستخدم من قبل المرافق الطبية الـ healthcare providers and the medical facilities اللي هي مقدمي الرعاية الصحية الخاصة أو المعنية بالتصنيف، بتحدد معلومات. طب المعلومات دي قادرة إنها تعمل classifying للديزيز. تمام، classifying للديزيز إن أنا بصنف المرض ده as defined by anatomical physiological information، يبقى فيه معلومات تشريحية وفسيولوجية خاصة بالحالة اللي عندي، وكمان برضو source of injury يعني مصدر الإصابة، يعني البيشنت ده تعب إزاي، أو مصدر المرض، هل هو مصاب، هل هو مريض، على حسب الحالة اللي موجودة عنده. الفوليوم 2 اللي هو الالفابيتيكال اندكس that define the disease and codes is listed in volume 1. طيب
ده عبارة عن إيه؟ الإندكس ده فهرس، فهرس أبجدي ألفابيتيكال، تمام؟ ألفابيتيكال فهرس أبجدي بيعرف لي الأمراض and الكود بتاعها، تمام؟ يعني الأجزاء التي تم ذكرها أو الأكواد التي تم ذكرها في فوليوم 1 في المجلد الأولاني هو مرتبهم لي في إندكس، في فهرس، مترتبين عندي في فهرس، تمام؟ الستيل برضو بنتكلم عن الفورميت، بيتكلم عن إيه؟ المجلد بقى الثالث أو المعيار الثالث، الفوليوم 3، tubular sections، جدولية، جدولية، مقاطع جدولية، and alphabetical index، وفهرس، يعني بيتكلم عن مقطع جدولي وبيتكلم عن فهرس أبجدي بيتم استخدامه بواسطة utilized by hospitals and medical facilities that shows the categories of diagnosis, medical and surgical procedures. بيتكلم عندي بشكل جدولي ممنهج مرتب بدقة بيسهل عليا يعني استخدامه في المستشفيات، وبيبين لي دقة الكاتيجوريزيشن اللي هو التصنيف والفئة التابع ليها هذا المرض، سواء هي مثلا طبية أو صحية، ولو أنا تم إجراء أي عملية للمريض اللي موجود معي. القواعد الإرشادية أو الجايدلاينز، الجايدلاينز دي حاجة مهمة جدا جدا، هي مبدئيا مبادئ توجيهية بتحدد لي طبيعة العمل أو نظام بيمشي إزاي. The guidelines set for ICD-9 CM as a supplement are provided by Centers for Medical Care، المراكز الطبية كانت قدمت لي النظام ده وحددت الجايدلاين بتاعها، and الميديك ايد سيرفيسز، الميديك ايد سيرفيسز والناشونال سنتر اوف هيلث كير ستاتكس. مراكز الاحصائيات ومراكز خدمات الرعايه الطبيه، تمام، وفروا لي مبادئ توجيهيه. جايد لاينز ار ابروفد يعني باي ذا امريكان هوسبيتال اسوسيشن، The American Health Information Management Association, the CMS, and the NCHS. طيب نفرق ما بين الاثنين، تمام، عشان النقطة دي محتاجين نركز عليها. محتاجين نفرق ما بين يعني مين اللي حط المبادئ، تمام، مين اللي حط المبادئ ومين اللي اعتمدها. اوكي، لازم افرق ما بين سيت فور، لما يقول لي سيت فور، تمام، لازم اركز طبعا 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 على السي ام اس اند الان سي اتش اس، تمام، اللي وضعوا لي الجايد لاينز. تاني نكرر تاني، الجايد لاينز القواعد الارشاديه تم توثيقها او تم يعني توفيرها، سيت فور، سيت فور، ذا سنتر فور ميديكال كير and the Medicaid services اللي هي CMS and the National Center of Health Statistics دي اللي هي ال NCHS. كان ليهم برضو دور في التأكيد، يعني كان هم اللي وضعوها واعتمدوها، بس هنضيف لها The American Hospital Association، The American Health Care Information Management Association اللي هي ال AHA وال AHIMA، دول اللي كان approved are approved، دي الناس اللي قالت خلاص انا تم اعتماد المبادئ دي، الجايد لاينز دي تم اعتمادها في الجمعيات والمستشفيات الامريكيه، تمام كده، تمام. طيب it composed for four sections، تتألف من اربع اقسام مهمين وكبار جدا. الجايد لاينز دي تم تقسيمها لأربع أقسام، it composed of four sections، تمام. Section 1 overall guidelines with certain chapter guidelines and definitions of conventions، بتكلم معايا بشكل عام general، شكل general خالص،
بيتكلم معايا عن مبادئ توجيهية، المبادئ التوجيهية وتعريف الاتفاقيات، definitions of conversations. تمام. section 2 guidelines for classifying main diagnosis in non-outpatient setting. guidelines for classifying the main diagnosis in non-outpatient setting. الناس اللي جاية من تشخيصات رئيسية في غير المرضى الخارجيين، يعني الناس اللي غير موجودة في التشخيصات دي. تمام. سيكشن 3 guidelines for classifying differential diagnosis in non-outpatient setting. تمام. ده اللي قلنا هنتكلم عنه بقى. هنا في سيكشن 3 في الجايدلاينز فرق لي ما بين الديفرنشال دايجنوزس وما جابش سيره الدايجنوزس. وقت ما يقول لي دايجنوزس بس، دايجنوزس ده بيشمل حاجتين، ديفرنشال دايجنوزس تمام، او اللي هو الفاينل دايجنوزس. ديفرنشال دايجنوزس ده عباره عن ايه او معناه ايه؟ يعني هو عباره عن تشخيص تفريقي، يعني جالي بيشنت، جالي مريض، تو بيشنت سوري، جالي اتنين عيانين او حالتين عندهم نفس الأعراض بس مختلفين في حاجة معينة، حاجة مرتبطة في حاجات مشتركة ما بينهم. فبالتالي ببدأ أعمل differential diagnosis، بحط أول تشخيص أنا شاكك إن هو ده الصح، وبحط تحته الأقل فالأقل فالأقل. تمام. في الآخر بعد جمع المعلومات وجمع الداتا عن المريض وبالأشعة والتحليل والحاجات اللي بيقوم بيها الفيزيشنز، طبعا البروسيدجرز اللي قلنا عليها، بنوصل لفاينل دايجنوستس. تمام. سيكشن 4 contains guidelines for coding outpatient services. تمام. بيحتوي على إرشادات لترميز خدمات العيادات الخارجية. بيهتم طبعا بالعيادات الخارجيه، ويعني لو انا هخاطبها عياده خارجيه او مش شرط ان انا اكون في مؤسسه مستشفى. يعني نظام التجويد الطبي العاشر. تمام. الاي سي دي 10 the international classification of disease 10th version revision اللي هو المراجعة اللي تم اعتمادها اللي هو اللي احنا وصلنا لها اللي هو العاشر. It is an systemized coding classification of health information. بيتكلم عن الصحة. Revised from ICD-9. ده بقى التطوير من النظام التاسع او الاصدار التاسع. وطبعا زي ما احنا عارفين ان هو القائمين عليه هم منظمة الصحة العالمية الـ WHO الـ World Health Organization. It classifies codes for various complaint signs and symptoms, abnormal finding, disease, social condition and sources of injury or disorder. طيب ايه الرموز اللي هو حطها لي اختلفت عن النظام التاسع؟ والله هو بيتكلم عن شكاوي المريض. حلو، يعني دي نقطة جديدة ما اتكلمناش عنها قبل كده. الساينز والسيمتومز، الساينز والسيمتومز اللي هي الأعراض والعلامات. طيب عايزين نفرق ما بين الساينز والسيمتومز من الناحية الطبية. السيمتومز what the patient say، يعني patient complain، اللي البيشنت جاي بيقول يا دكتور انا حاسس بسخونيه، حاسس بان انا مرهق. الساينز حاجات بيشوفها الدكتور، الفيزيشن هو اللي بيحددها. الساينز دي هي العلامات اللي بتظهر على المريض، والله يعني لونها متغير، جلده فيه مشكله، مشيته فيها مشكله، دي كلها ساينز. abnormal finding اللي هي نتائج غير طبيعيه للتحاليل. diseases بتكلم عن الامراض، social condition الظروف الاجتماعية للpatient، دي برضو إضافة جديدة. other sources of injury or disorder الاضطرابات اللي موجودة عندي. ال ICD-9 تمام، هو تصنيف طبعا يعني عاشر وتمت مراجعته. contain more
detailed classifications and specific procedure section. الفرق ما بين النظام التقويد التاسع والنظام التقويد العاشر هي النقطة دي. Detailed classifications and specific procedure sections. دي أهم يعني نقطة أو أهم إضافة ضافها لي الإصدار العاشر. It includes significant information on ambulatory and outpatient care visits. An extensive list of code related to various injuries. بيتكلم عن الإصابات والرعاية المتنقلة وإصابات البيشنت والزيارات، تمام، زيارات الرعاية المتنقلة اللي هي زي القوافل، حاجة زي القوافل الطبية. The merging of different symptoms or diagnostic code. دمج ما بين الأعراض المختلفة والدياجنوستيك كودز، الأكواد التشخيصية، يعني that decrease and simplify the codes that define a medical condition اللي بتحدد الحالة الطبية. الموديفيكيشن بقى of character codes and subclassifications with better definitions for classifying code. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان احنا اتجهنا للسب كلاسيفيكيشن. دي نقطة برضو لازم ناخد بالنا منها كويس جدا، ان انا في الاصدار التاسع كنت بسعى لان انا اصنف المرض بس، only ان انا بصنف المرض، هنا باخد سب كلاسيفيكيشن، لا ده المرض ده يندرج تحته سب ديجريز سب كلاسيفيكيشنز with better definitions for classifying codes علشان اقدر يعني ايه اتعرف على التصنيفات الفرعيه sub classifications بشكل افضل، علشان اقدر بشكل افضل better definitions for classifying codes. استيل برضو بنتكلم عن نظام الترميز العاشر، وهو طبعا مهم جدا. الجزئية دي يعني يمكن إلى حد ما متعادة، قلناها قبل كده، اللي هو it is the main coding system used in US النظام الموجود في السعودية، وأمريكا طبعا في الستيتس، as issued by centers for medical care and the Medicaid اللي هو CMS اللي قلنا عليها، والناشونال كير سنتر فور هيلث ستاتكسس اللي هي ال NCHS. It is used in all healthcare facilities to classifying the reason for medical visit and diagnosis. جميع مرافق الرعاية الصحية وأسباب الزيارات، يعني أسباب الزيارات برضو دي نقطة مهمة جدا برضو لازم نضيفها أو الاختلاف، والتشخيص diagnosis. ICD-9 procedure coding system is an international classification of codes for procedures. It was modified from volume 3 and ICD-9 which is not included ICD-10. تمام، هو تصنيف لرموز وإجراءات تم تعديلها من المجلد الثالث من الفوليوم 3 بتاع الإصدار التاسع، تمام، وده مش موجود في الـ ICD 10. نظام الترميز الطبي احنا طبعا قلنا الشكل بتاعه بيبقى عامل ازاي. بيتكون هنا بقى بيتكون احنا قلنا هناك من 2 ل 5، هنا من 3 ل 7 كاركترز. The first character is a letter، هنا أول حرف بيبقى يعني أول رمز بيبقى حرف، which is followed by numeral characters متعددة. 3 through 7 are either letters or digit، أجزاء with a decimal and after the third character العلامة العشرية بعد الرمز الثالث. The letters are not case sensitive. تمام، هي مش حاجة يعني sensitive، مش حاجة دقيقة أو حساسة. The code also used placeholder X
which is constant for seventh character، وده عنصر ثابت للطابع السابع. الفرق ما بينهم ان ده من 3 ل 7 رموز، التاني من 2 ل 5. طبعا هنتكلم عن الفورمات بتاعه، تمام. it is specific code the placeholder x can make room for future change، تمام، or it can complete character when a code contain fewer than 6 characters so the code is considered valid، تمام. انا يعني معنى ايه الكلام ده؟ معنى ان انا نظام التشفير يعني الاكس، تمام، بيدي بيسمح لي، هو متغير يعني هو ثابت، هو كمكانه ثابت، كمكان في الكود مكانه ثابت، بس اكس هو معدل او رمز متغير في عنصر ثابت، تمام، رمز متغير قابل للزياده، قابل للنقصان، قابل للاضافه، تمام، ومكانه ثابت. codes in ICD-10 have more characters up to 7، تمام، أكتر من 7 أو يعني أكتر لحد 7، and they are more specific، تمام، محددة أكثر تحديدا، with complete titles، complete titles that avoid need to refer back to a category or a subcategory or subclassification to check codes meaning، التصنيف الفرعي لتحقيق معنى التحقق من يعني، وبضطرش ان انا ارجع للسب كاتيجوري or a subclassification to check the codes meaning، مش لازم ان انا ارجع لها، او بتمنع ان انا يعني اريفير انها يعني ترجعني لفئه معينه عشان اتاكد من الكودز مينينج، من معنى كود. significant codes include in international classification of disease 10 have a complex use of combination codes for certain medical their clinical presentations and poisoning and associated causes. معناه ايه الحاجات دي؟ بيتكلم عن، هي رموز مدرجه مهمه جدا على فكره، بتستخدم بشكل معقد جدا يعني علشان اعمل combination او ربط ما بين ال certain medical presentation، المقدمة، الرموز، المجموعة السريرية والتسمم والأسباب المرتبطة بها. The injury list is divided anatomically and by the injury type، مقسمة تشريحيا على حسب أجزاء الجسم، تشريحيا ناحية الأناتومي، and by the injury type، وعلى حسب نوع الإصابة. الرموز اللي هي موجودة في النظام التكويد العاشر are more up to date، تمام، يعني up to date، يعني بيتم مراجعتها وبيتم تطويرها بشكل جيد يعني. with clinical terminology that show advances in the medical field، من خلال المصطلحات الطبية أنا بقدر أطور فيها، ببقى up to date، قابلة للتغيير وقابلة للتطور. السيميلاريتيز أو التشابهات، تمام، يعني دي جزئية برضو محتاجة يعني أقول النظام التاسع والنظام العاشر متشابهين مع بعض في إيه. chapters in tubular list، تمام، يعني هما الفورمات بتاعهم أو الشكل بتاعهم متشابه في إيه. أول حاجة chapters in a tubular list بيبقوا موجودة في قائمة مجدولة زي ما قلنا، الاندكس، الفهرس، categorized by disease, injuries, external causes، الأسباب والإصابات والأمراض المصنفة. ثالث حاجة tables of neoplasm، الأورام والدرجز، الأدوية والمواد الكيميائية، الكيميكلز. اللي بعدها وجه التشابه اللي بعده، الرابع main term، terms presented in alphabetical order followed by subterm، زي ما قلنا ان هي ليها تصنيف ترتيب ابجدي، بعدها مصطلحات فرعيه sub terms. codes listed chronologically order and classified into chapter based on body system or clinical condition.
بتبقى الرموز مدرجة بشكل مرتب ترتيب زمني، تمام، وتصنف إلى فصول، يعني بتبقى مصنفة إلى فصول، بتبقى معتمدة على نظام الجسم والحالة السريرية. same hemiarchial system، نظام الهرمي with codes searchable based on diagnostic terms in the alphabetical index by number codes in tubular list. النظام الهرمي تم استناده إلى مصطلحات تشخيصية، تمام، المصطلحات التشخيصية في فهرس أبجدي، وبتبقى متخذة رمز number code by number code in the tubular list. الجايدلاينز الخاصة بنظام العاشر، الجايدلاينز were issued to a combined coding system as indicated by centers medical care medical services. تمام، يعني اعتقد ان الحاجات دي برضو مكررة، اللي هي يعني set 4 واللي قلنا عليها والابروفد، تم اعتمادها وتم توثيقها من خلال طبعا الامريكان هوسبيتال اسوشيشن، الامريكان هيلث انفورميشن مانجمنت اسوشيشن. these guidelines used to supplement the coding system، عشان تكمل نظام الترميز and التصنيف، تمام، instructions of ال ICD-10-CM. they were created to help the medical coder or the health care provider عشان يعرفوا المرض. المقررة طبعا ان هو يعني تم انشائها عشان نساعد المبرمجين الكودرز، الميديكال كودرز، المبرمجين الطبيين، والهيرث كير بروفايدرز ان هم يحددوا او يشخصوا المرض. القواعد الارشادية للنظام العاشر، تمام، مقسمة الى 4 سيكشنز برضو. اول حاجة contain general guidelines for classification، contains general guidelines for classification with specific guidelines for chapters as organized in the system. It also include the composition and definition of classification، محددة وفصول بشكل على نحو منظم ومرتب، بس مبادئ بشكل عام. section 2 guidelines for non-outpatient setting when determines the main diagnosis، لما حدد التشخيص النهائي أو التشخيص الرئيسي لمريض خارج يعني خارج العيادات الخارجية. section 3 guidelines for inclusion of differential diagnosis in non-outpatient، إدراجها الأشخاص يعني بشكل تفاضلي differential diagnosis في غير المرضى الخارجيين، تمام. السكشن الرابع guidelines for recording and coding out patient information، بتبقى مسجلة معلومات عن المريض يعني بشكل طبعا مفصل ومبدأ توجيهي موحد بيسهل عليه. ده كان يعني أول يعني أول تشابتر معانا اللي هو الأسبوع الثاني. أتمنى يكون الموضوع بسيط. Thank you.